أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ في أحد أسئلته: بالنسبة لصلاة الفجر، إذا تأخر الإنسان عن هذه الصلاة وصلى في حوالي الساعة 8 لأنه لم يقم في موعده والساعة لم تقمه، هل تقبل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ إذا كان معذورا في النوم، انغلبه في بعض الأحيان غلبه النوم أو نسي الصلاة، هذا معذور، صليها إذا ذكرها وإذا استيقظ. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما من يتخذ النوم عادة ويقول متى ما قمت واستيقظت أصلي، فهذا لا تقبل صلاته لأنه تعمد إخراجها عن وقتها. الصلاة لا تقبل إلا في وقتها، ولا يجوز إخراجها عن وقتها إلا لعذر شرعي. نعم.